نيوتن باكورد انتربوليشن فورمولا. هاي طريقة تعتمد على الفروق الخلفية للباكورد ديفرنس، يرمز لها بالرمز دلتا بس مقلوب، مثلث مقلوب. الرتبة الأولى راح يكون دلتا F، والرتبة الثانية هي دلتا مقلوب تربيع طبعا F، والرتبة الثالثة تكعيب، وهكذا. نجي نعرف الدلتا اف واحد هالمرة شنو الفروق الخلفية، ايش راح تساوي لنا؟ قلنا العادل راح يساوي لنا شنو الحالي، او قلنا شنو اللاحق ناقص الحالي، بينما هنا الدلتا اف واحد راح ايش يساوي لنا؟ المقلوب راح يساوي لنا هو ناقص القبله. يعني الدلتا اف واحد نعيد هو اف واحد ناقص اف نوت. الدلتا اف نوت هي تساوي لنا اف نوت ناقص شنو F ناقص واحد، وهكذا. تيبل مال باكورد ديفرنس راح يساوي لنا، قلنا لنا هذا هو الكولوم الأول هي X نوت، X واحد، X تو، X ثلاثة، X أربعة. الباكورد قلنا شو وقت تستخدم، لما القيمة تكون المطلوب إيجاد الواي مالتها هي شنو تقع، الإكس تقع وين بنهاية الجدول. سهنا نباوع القيمة المجهولة هي شنو بين الإكس أربعة والإكس ثلاثة. زين نجي نباوع شلون راح نرتب الجدول. أول كولوم هذا هو قيم إكس، ثاني كولوم شنو هي قيم واي المعطات. هم لازم عندنا الشرط هنا المعشر عندنا باللون الأصفر، الشرط هي بين إكس وإكس لازم المسافة ثابتة، يلا نقدر نشتغل بهاي الطريقة. والشرط الآخر مثل ما قلنا أنه لازم القيمة تقع وين في نهاية الجدول. نجي هاي الدلتا مقلوب شو راح يساوي لنا؟ هو ناقص القبلة واحد ناقص اف نوت راح يصير دلتا مقلوب اف واحد، اف تو ناقص اف واحد راح يطلع لنا شنو الدلتا مقلوب اف تو. زين ثلاثة ناقص اثنين هي الدلتا تكن ثلاثة، أربعة ناقص ثلاثة هي شنو الدلتا اف أربعة. زين تربيع ايش راح يساوي لنا؟ اثنين ناقص واحد هو شنو الدلتا تربيع اف تو، الدلتا مقلوب اف ثلاثة ناقص دلتا مقلوب اف تو هي شنو ايش تساوي لنا الدلتا تربيع اف ثلاثة، اربعة ناقص ثلاثة هي شنو الدلتا تربيع اس اربعة او دلتا تربيع اف اربعة. زين دلتا تكعيب هذا الكولوم الاخير، ثلاثة ناقص اثنين هو تكعيب ثلاثة، واربعة ناقص شنو ثلاثة هو التكعيب اف اربعة. زين القيمة هنا وين السهم علامة استفهام تقع هنا بين اكس اربعة واكس ثلاثة، نريد الواي مالتها، فراح نجي راح ناخذ اف اربعة واف والدلتا اف اربعة والدلتا تربيع اف اربعة والدلتا تكعيب اف اربعة، فراح ناخذ هذا المسار ضمن القانون. القانون هو ايش راح يكون؟ القانون هو هذا اف اكس راح يساوي لنا اف نوت زائد المقلوب مال الاف الدلتا مقلوب الدلتا اف نوت على واحد مضروب في يو، زائد الدلتا مقلوب تربيع في اف نوت مقسوم على فيكتوريال الاثنين مضروب بمن في يو، هالمرة مو يو ناقص واحد، يو زائد واحد، انتبهوا للقانون لا تغلطون، زائد شنو الدلتا تكعيب شنو اف نوت مقلوب طبعا دلتا تكعيب على شنو على مقسوم على ثلاثة فيكتوريال ثلاثة مضروب بمن في يو، يو زائد واحد، وقلنا ننتبه على إشارة الزائد. هذا هو الاختلاف بالقانون عن الطريقة الأولى، الطريقة اللي هي الفورورد. نيجي ناخذ مثال عندنا هنا following given the following function، الواي قلنا مطينا شنو هي هاي الدالة، فهاي قيم x 1000 1010 1020 1030 1040 1050 شنو قيمة؟ ست قيم. مقابلها شنو ست قيم من الواي، واي هي شنو هي لوج للاكس، فراح نجد هنا هي الالف هي ثلاثة، وهكذا. هذا راح يمثل لي الكولوم الاخر. قلنا هو ناقص القبلة ايش راح يساوي لنا الدلتا، هو ناقص القبلة راح يساوي لنا الدلتا، وهكذا. من ذن الست قيم راح يطلع عندنا كم قيمة الدلتا؟ راح يطلع عندنا خمس قيم. زين هذا الرقم ناقص هذا الرقم ايش راح يساوي لنا الدلتا تربيع، راح يجي يطلع عندنا نسوي هذا الكولوم الاخر اللي هو الدلتا مقلوب تربيع. زين هذا الرقم ناقص هذا الرقم راح يطلع عندنا هذا الرقم ناقص هذا الرقم راح يطلع عندنا هذا الرقم، فراح يطلع عندنا من الدلتا كذا اربع قيم للتربيع. نجي نكمل، راح نكمل الكولوم الاخر تكعيب والاس
4، وهكذا راح يكمل عندنا جدول الفروق. زين، احنا وش قلنا القيمة المجهولة؟ find by using in نيوتن باكورد انتربوليشن. يوجد شنو عندنا عند الاف؟ 44، اللي هي طبعا تقع عند اكس جيت بين الاكس 1050 والالف، طبعا هو اللي يشعل الجدول بشكل عام. في 1044 وين تقع بنهاية الجدول؟ بين 1050 وبين 1040 هنا. اذا لازم نجي شنو نستخدم؟ لازم نجي نستخدم قيمة او طريقة الباكورد انتربوليشن، وناخذ هذا المسار يبدأ من هنا ويكمل بهالشكل، لأن القيمة هي هنا. بنفس الطريقة راح نحسب قيمة يو نفس القانون، اكس ناقص اكس نوت على اتش، الاتش هي 10، 1044 ناقص شنو؟ 1050، شو يساوي لنا؟ علي من على قيمة اتش راح يطلع عندنا شنو؟ قيمة اليو هي سالب 0.6. نجي اف اكس شنو هو القانون؟ اف نوت زائدا الدلتا اف نوت مقسوم على فكتور الواحد، وهكذا نجي نكتب القانون. ننتبه هنا الى قيمة يو شنو وجدناها من استخدام الجدول مالتنا. اوكي، قيمة يو هنا بالجدول هي قيمة سالبة. نجي نطبق قيمة يو جيد، ونجي نطبق ناخذ المسار مالتنا اللي هو المسار قلنا هو شنو هذا عند الالف وخمسين. المسار مالتنا راح يكمل اول قيمة سهنا نجي نباع عليها اللي هي قيمة اف نوت، لازم شنو تمثل لي نباع عليها. ثلاثة بوينت صفر اثنين واحد، نجي نباعها قيمة هي شو تمثل لي؟ 3.01 عند الخمسين. إذا هذا المسار هو اللي سلكناه، وهكذا راح نجد نوجد شنو قيمة اللوج 1044 اللي هو يطلع عندنا 3.0188، اللي نشوف هل هي قيمة مقبولة أو لا، باعتبار أنه ما نعرف هي الدالة إيش تساوي لنا، ما ندري أنه هي تساوي لنا لوج الإكس. نجي نباع عند 1040 هي 3.01، عند 1050 3.02. زين، عندي قد 1044 لازم تقع بين هاي القيمتين، مثل ما قلنا انه وش قد طلع رقم 3018، 3018 نعود مرة أخرى، إذا القيمة منطقية 018.